ورجعنا لكم تاني يا شباب بفيديو جديد النهاردة بالتالت مهمة معانا النهاردة. طبعا زي ما انتم شايفين في على الماب كده في مهمتين فتحوا، اللي هو في مهمة هنا بتاع ممكن يكون بيل اوكي، وفي هنا بتاع مستر بيرسون. طيب خلينا نروح اول مهمة، خلينا نروح لبيل الاول نشوف ايه القصة مع بيل. تمام، خليك انت ادي طبعا معلم هافير سكويلا بيتدفى من البرد. الجو يا جماعة جو صعب في المناطق الجليدية دي، الجو صعب. ادي مايكا طبعا، وادي ليني. الرجالة قاعدة بتشرب سجاير وتسكر، حلو قوي الكلام ده. في ايه بقى اللي هيحصل النهارده؟ ايه المهمه او ايه الظروف المهمه دي؟ مش عارفين لسه، هنشوف دلوقتي. لا 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 لا، بس ارجع ارجع يا جدع، الشيطان ودخل ما بينهم. صح يا دوتش، صح كلامك كله صح. شكلنا كده هنروح نشوف مكان العصابة بتاع كل مدرسكو ونهجم عليهم. خليكم معانا واتبعوا معانا ايه الرحلة دي. يلا خلينا نروح بقى دلوقتي نشوف العصابة بتاع كل ما يدرس كل عاملين كامب فين، ونحاول ان احنا ايه نديهم على قفاهم. بيكرهوا بعض ان كان دوتش فندرين ولا كل ما يدرس كل، بيكرهوا بعض جامد جدا، وفي مشاكل ما بينهم وما بين العصابتين، يعني مشاكل جامدة جدا. حتى لما هم يقابلوا ارثر او اي حد من ادريس كل لازم يموته، ما بيستناش عليه، ما بيستناش عليه كتير. يعني حلاوة اللعبة ان هي مثلا ايه تاخد لك شورت كات، لو المكان بعيد مكان المهمة بعيد تاخد لك شورت كات كده وتدخلك السينيماتيك مود، بحيث ان انت ما تزهقش من اللعب، يعني بتأثر عليك المسافات. طبعا هنا هو زي ما انتم شايفين على الارض، ده الايه التراكس تبعهم او التقف الاثر بتاعهم في مكان ماشي الاحصنة اهوت. هو اكيد هما قريبين من الكامب بتاعهم، قريب من هنا. خلينا نشوف، بس العاصفة هديت يعني عن الأول، ما بقاش في عاصفة زي الأول. عشان بس الناس اللي متابعانا، المنطقة اللي احنا فيها دي اسمها اليزابيث، ليك اليزابيث على ما اظن يعني. هنا كده ممكن تلاقوا في المنطقة هنا دي كده، اللي هيجي طبعا يلعب اللعبة بس لما يخلص الشابتر، يخلص الشابتر الاول ويخش في الشابتر التاني، ممكن بعد كده ترجع المنطقة دي هنا كده ليك اليزابيث، وتلاقي فيها الحصان العربي الابيض في المنطقة هنا دي كده بالظبط. تمام، حاول انت تجيبه وتروضه. طبعا اللي هيتابع معانا الحلقات ان شاء الله يعني، فهنبقى موجودين ونيجي برضه المنطقة دي في الشابتر الثاني او الشابتر الثالث، نجيب الحصان العربي من هنا. في سموك هنا اهوت فوق، ده مكان الكامب بتاعهم على ما اظن. هم احنا كده قريبين منهم، خلينا نشوف. بس ما فيش اي اثار لاقدام الاحصنه بتاعتهم هنا، خلينا نشوف. طيب يا دوتش هنعمل ايه دلوقتي؟ We're ready boss. يلا يا بوس. Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little. See if we can't get a sense of the layout of the camp. Okay. Mr. Williamson, Mr. Bell. You two take up a hidden position just outside the camp.
Mr. Summers, Mr. مايك. Escuela, you two, hold position here. Let's go. يلا أرسل، خلينا نشوف المعلم دوتش. ده شكله الكامب بتاعهم هنا اهوت. طبعا الرجالة دي نزلت ناجحة. ايه بقى اللي هنا في الكامب دوت؟ هل هم هيلاقوا مثلا كل مدرسكل اللي هو زعيم العصابة نفسه؟ ما ظنش، يعني ما ظنش يكون هنا. اكيد عرفوا بالموضوع اللي فات. هذا هو كل مدرسكل بالفعل، هذا هو، هذا الشيطان التاني. ايوه، هما كده رايحين فين؟ هيمشوا. طيب بتكلم مع حد من فرد من العصابة بتاعه، بقولك هو مش سعيد، في حاجة غلط، في حاجة غلط. شكله بيأنبه على موضوع الكامب بتاع سادس، بتاع اسمها ايه دي، سادي ادلر، اللي حصل في الكامب يعني. ممكن خلينا ننزل له. Let's go pay our old friends a visit. Let's pay him a visit. Don't ماشي forget يا to عم grab الدوتش، that rifle from your horse. خلينا نجيب الرايفل. You boys be ready to pick them off from up there. You got it, Dutch. يا جماعة هتبقى معركة طحن دلوقتي، أنا متأكد 100%، هتبقى معركة طحن. Good. Come on, let's go. Seems easiest to take the same path down as Bill and Micah. Okay. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur, Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Cole. Wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Come on. تعال انت يا عم الدوتش، خليك انت قدام، يلا امشي انت قدامنا يا معلم. It's steep here. Careful. Take the lead on this. They're going to be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Follow me. Stay low. طيب يا شباب، زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا نزلنا تحت عند الكامب بتاع العصابة بتاع ودريسكل. المفروض دلوقتي ان احنا نخش نهجم عليهم وتبقى مدعكة، عايزينها معجنة. خلينا نشوف كده هنعمل ايه. هتبقى معجنة. يلا يا ارثر، خد انت الليد يا ارثر. احنا اللي، ايوه يا باشا، احنا اللي هناخد الليد. ايوه يا باشا، طلع يا البندقية. يلا يا رجال، يلا يا رجال، يلا يا رجال.
يلا يا رجال انزل ارسر تحت. يلا يا رجال كله هيت شوت يا باشا، اديله كله هيت شوت. فين فين اللي عامل لي فيها خفاش؟ فين اللي عامل لي فيها خفاش؟ تعالوا يا شباب. انت ما بتموتش ليه؟ لا موت يا لا. يلا لا موت يا لا موت يا لا. فين التانيين؟ خد يلا هيت شوت، مش هجيبها من هنا. طيب خد يلا هيت شوت، اطلع اطلع اطلع. في واحد فوق، في واحد فوق، في واحد فوق. انزل انزل يا ابصر. واحد فوق اهو، اديله اديله في دماغه، اديله اديله اديله. تعال انتوا عاملين لي فيها خفاش. تعال 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 هات لي الواد ده. تعال انت مش محترم يا، انت ما خليتش لرعاة البقر احترام. خد في وشك يا، خد في وشك يا، خد في وشك يا. احلى حاجه الهيد شوت هنا. فين الباقيين؟ هم هم. تعال يا رجال خد يات في وشك يا. في واحد تاني هو بقى ده، ايه خشله بقى ايه يا باشا بقى ايه. تعالى يا انت فين يا؟ خد يا خد يا. في واحد كمان بقى، فين التاني؟ خلاص كده في واحد هنا هو مستخبي فين ابن الكلب ده. خد يا خد يا في جنبك يا، يخرب بيتك على النظرة بتاعت أرثر دي. يلا يا باشا. خلينا ندور كده معهم ايه العيال دي. يلا يا باشا كده دور. درهم اسمه ايه؟ درهم. معلش يا شباب اسمه دولار. درهم. لا 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 رجعوا تاني، رجعوا 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 رجعوا. اجري يلا يا ارسل، الرجاله رجعت تاني. فينهم 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 فينهم؟ اديله يلا. ايوه اديله يلا ارسل، ادي هيد شوت ادي هيد شوت. ايوه كده. فين؟ يا الله اديله ادفانس يا باشا. خش خش احنا ما بنقفش يا باشا. ده مين ده؟ مايكا ده. اديله يلا ارسل يلا. ايوه كده خد يلا اديله يلا. خد يا في كتفك يا واحد تاني، خد يا في وشك يا. خلاص كده خلاص كده ظبطناهم يا عم الدوتش. اي خدمه يا باشا ظبطناهم طبعا يا شباب. زي ما انتم شفتوا كده ده كان الكامب بتاع كل مدرسكل. طبعا اغارنا عليه وضربناهم ضربة معلم، يعتبر موتنا كل اللي في الكامب، مبقاش في حد فاضل. تمام كده المفروض ان احنا نمشي بقى ايه، نرجع تاني الكامب نشوف المهمة التانية ايه.
خلينا كده، هو في حاجة لسه هنا طبعا Arthur, هندور عليها دلوقتي. you take that building to the left. يلا يا باشا، خلينا بس Arthur, نعمل ايه، quick. Find those dead men نلوت and explosives if anything you في can. هنا اهو Let's طبعا go. الرابتر. ماشي، خلينا نلوت الكامب، هنلاقي ايه يا ترى، ايه اللي موجود؟ كراكرز والبيك بينز، وفي هذا سجار. أم صحتنا تعبانة أصلا. وادي الشيست، ندور هنا. اوكي، والبن ماشي. في ايه تاني في عندك هنا؟ ايه، اوكي، سجار تاني. محرمات هنا بقى، ايه اللي هنلاقي فيه؟ Here, الخريطة this looks good. دي، الخريطة دي اللي What do فيها you think, القطار brother? بقى، اللي Looks اوت. fine. شكلهم هيسكنوا، كان Smells بيعملوا good. ان هم يسرقوا قطر. Come on. ودي ديناميت طبعا اهو. Did we get everything? احنا بقى اللي هنروح Think نعمل so, ايه؟ boss? نعمل عملية Found this القطر on دي. one of them. Thank you. اه، مايكل This is perfect. Oh yeah. ده Interesting. احنا بقى، احنا اللي This is something about المهمة the الجاية train they were ممكن trying to نروح rob. نسرق القطر ده. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. All right. طيب Let's يا get شباب، out of here. وبكده النهاردة يبقى Proud احنا of you نهينا boys. All of you. على Got a man جامعة down. الأودريسكل في الكامب بتاعهم. Good work, fellas. المهمة بتاعت Not النهاردة bad خلصت for some طبعا. starving نشوفكم town ان شاء الله hands. في الفيديو They الجاي. call us ما تنسوش Hard تعملوا لايك Daylight. وسبسكرايب We will للقناة. always كده indeed. تبقى We احنا will. خلصنا النهاردة او You تالت know, مهمة، وهي he'll كل come ما after us. طبعا زي ما انتوا Oh, شفتوا. of course he will. Just غرنا على like all the الكامب، rest. بوظنا الكامب We're gonna خالص stay a step ودمرناه. ahead of them. Make sure حصلنا we في know الكامب we ده know على where they خريطة. are الخريطة دي before they المفروض ان know هي where we are. بتاع We allowed السكة ourselves to الحديد get بتاع القطر stepped يعني، by او the قطر. المفروض platform. ان احنا That هنروح won't ان احنا happen again. نسرق القطر ده All بدل right, العصابة طبعا dig بتاع in, كل ما fellas. ادرسكم. Let's make some خلصنا المهمة ground. النهاردة، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. شكرا لكل الداعمين، شكرا للناس اللي بتعمل لايك وسبسكرايب. شكرا لكم، مع ألف سلامة.